يعني كمان سيد مهدي عبد القادر. شكرا. ان شاء الله هذه العوده الاولمبيه 2020 2024، احنا يعني نستمروا في البرنامج الاولي تاع 2016 و2020، ولكن سنطوره الى افضل ان شاء الله. باولا جلب بعض الكفاءات، وخاصة بالتشبيب، ماذا بنا نجيبوا ناس تاني شبان يدخلوا معنا في اللجان وفي الأمور كل ما يخص يعني الرابطة من جهة، وكذلك نحتفظوا بالإخوة اللي كانوا معنا، اللي يعني قدماء اللي قادرين يجيبوا الخبرة ويجيبوا التجربة نتاعهم في لصالح تسيير الرابطة والنشاط الرابطة. ثانيا تكلمت احنا مازال باقي لنا تحدي نزيدوا في التسيير هذه الرقماني تاع الرابطه باش نسهلوا الامور على الانديه. احنا رابطه هاويه ولكن نطمح الى تسيير احترافي. البرنامج واضح، احنا لازمنا ديفلوب كونتينيو القضيه تاع الاربيتراج، قلتها سي الكمي والنوعي والاخلاقي. يعني باش نلخص فيما يخص يعني التدريبات، فيما يخص تكوين المدربين والحكام، يعني كذلك الفئات الصغرى نعطيهم أهمية وعطيناهم أهمية كبيرة. احنا الحمد لله في حالة يعني مستقرة ماليا، تخلينا يعني نجمون نقوم بالتحديات الجاية بحول الله. وقفوا معنا، ارواحوا معنا، هذه الرابطة تاعكم كل أولا هذه الجمعية العامة الانتخابية فاتت على خير، وراهم دارونا في منصب تاع ممثل رؤساء الفرق، ونشكروا على هذه الثقه اللي داروها فينا هاد الرؤساء، وان شاء الله نكونوا عند حسن الظن تاعهم ونشوفوا المشاكل تاعهم والامور كيف تصير في هذه البطوله، باذن الله نكونوا عند حسن الظن الرؤساء. في اطار تجديد العهودات الاولمبيه للرابطات الوطنيه، الرابطات الجهويه والولائيه، قامت اليوم الرابطه الجهويه لكره القدم بسعيده بانتخابات لرئيس الرابطة وأعضاء المكتب الرابطة للعهود الأولمبية 2020-2024. كما لاحظتم وكما لاحظ الجميع، الانتخابات جرت في أمور جد منظمة في كل شفافية، بحضور تقريبا جميع أعضاء الجمعية العامة. ليصلكم كل جديد اشتركوا في قناة الخبر على اليوتيوب ولا تنسوا تفعيل الجرس.